انت بتقول لا ليه؟ بتقول لا يبقى انت مش مصدق انه لو قلت كم مرة لا هتهلك. او تكون مش مصدق ان ربنا بيكلمك. ليه هو انت مش ابنه؟ ما انت ابنه يبقى لازم يكلمك. وبيقول لك مصلحتك. وبيقول لك اللي يناسبك. فالرسالة ليك اطاع الأب الاعتراف. أنت مصدق إن الراجل ده ربنا بعته في حياتك عشان يدخلك السماء؟ هو ده إيمان الكنيسة. إن آبائنا دول وكلاء المسيح. وربنا حطهم في حياتنا عشان ياخدوا بايدينا يدخلونا السماء. خطيت في يوم العيوب والضعفات وبشر وبيتوبوا وبيقعوا، لكن دول وسائط للخلاص. حطوهم في حياتنا الكتب طب لما ابونا يقول لك حاجة ما بتاخدش الكلام سيريوس ليه؟ يبقى انت مش مصدق ان ابونا ده موجود عشان يزقك على السم. لو مصدق الكلمة اللي تطلع من ابونا تبقى سيف على رقبتك. الموضوع ما فيهوش فصال. وتبقى بتحفظ اللي بيقوله، تلغي اي حاجة في دماغك وهو ده بس اللي يقعد في دماغك. ابويا قال حتى لو قال لك اعمل ايه ده لو انت مصدق.